مع حضراتكم والفرحة الأفريقية، الفرحة الغالية، ابن غزة الحرة وابن فلسطين الكابتن وسام أبو علي. وسام، مليون مبروك ليك، مليون مبروك لجمهور النادي الأهلي العظيم، مليون مبروك لشعب فلسطين اللي أنت واحد منهم. وسام، الفرحة النهاردة مختلفة. شكرا لك. فرحة فرحة كبيرة جدا، يعني الحمد لله الحمد لله على المكسب إلي، لأهلي، لفلسطين، جمهور نادي الاهلي، للعيبه كلها، للراجل رئيس النادي، للكل. دي اول بطوله الي، والاحساس الحمد لله احساس غير شكل يعني، فالحمد لله. لو بايدك هتلبس الميداليه دي لكل فرد وكل مواطن في شعب فلسطين العظيم؟ اكيد لو بايدي، لو بايدي يا ريت، بس ان شاء الله خير، ان شاء الله خير. و يعني هلبسها لابوي، اكيد ابوي وامي هياخدوها دي إلين. هني كانوا معايا في الاستاد النهارده، اول مره يحضروني امي وابوي واخواتي في زمان كتير، فاحنا كنا قاعدين ككل فلسطين ان شاء الله. وسام، البطوله دي بالنسبه لك انت مختلفه، قلت دي اكبر واغلى بطوله، يعني ما فيش شهور عدت من انضمامك للنادي الاهلي بتحقق اغلى بطوله قاريه داخل قاره افريقيا. الحمد لله، يعني ده حاجة كبيرة كتير، يعني جيت لي 3 4 شهور في النادي ونكسب بطولة، و يعني رقم 12 وخامس نهائي ورا بعض، يعني مش عارف اقول ايه، فيش كلمات كتير. انا عايز احتفل مع اهلي دلوقتي، واحتفل لكل الشعب الفلسطيني، والحمد لله. وانت في يعني في مرحله التسخين، شايف جمهور النادي الاهلي وهو بينادي وبيهتف لفلسطين، اعتقد دي بتبقى رساله مهمه جدا. جمهور النادي الاهلي جمهور عظيم يا وسام. اكيد اكيد، جمهور النادي الاهلي جمهور كبير كبير كتير، كلمته بتتسمع. وانا كفلسطيني واهلي كفلسطينيين باستاد، انا عرفت انه امي دمع عيونها لما تسمع. ايوه بالظبط بالظبط بالظبط، فالحمد لله. خلينا نفتكر فلسطين بالوقت الصعب، والوقت لما احنا نكون مبسوطين ننبسط معاه ان شاء الله يا رب. فرحة النهارده مختلفة يا وسام. مختلفة قوي، هلا بس اطلع اشوف اهلي وكل شيء كويس. الفترة اللي جاية توعي جماهير النادي الاهلي بايه؟ انه نكمل وان شاء الله نكسب الدوري ونكسب السوبر ضد الزمالك وكل حاجات ان شاء الله. اشكرك يا وسام، وبالتوفيق باذن الله.